مرحبا يا حلوين، أنا نجلة. بفيديو اليوم موضوع كتير مهم. مثل ما بنعرف كلنا نقلنا من مرحلة للتانية بحياتنا، واللي هي العلم أونلاين، الشغل أونلاين، فمن الضروري نحن نعرف كيف نحضر حالنا بطريقة كتير سريعة. بهالفيديو رح نكون عم نعمل مكياج شعر، وحتى رح أعطيكم نصائح عن الستايل ونصائح عن الإضاءة لتكون بيرفكت ولتطلعوا بأحلى حالاتكم. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا فولو على إنستغرام لهي ماج، تعملوا لي فولو لحسابي الخاص. يا صبايا، إذا كان عنا أونلاين سكولينج أو صفوف أونلاين أو أونلاين ميتينجز، عادة بيكونوا الصبح، فمنكون واعيين وبعد مش كتير مركزين على الموضوع. فعادة لهيك قصص المكياج بيكون ناعم، وأصلا نحن ما بيكون عنا كتير وقت لنحضر حالنا. سو أنا وياكم رح نكون عم نعمل مكياج كتير سريع، ما بياخد معكم 5 دقايق. أولا أكيد بسنوع، منغسل الوجه، منحط الكريمز تبعنا وكل هول، ومننتقل للمكياج. أولا حنبلش بالبرايمر. حطوا برايمر لأنه نحن ما حنطبق فاونديشن، اوكي، حنكون عم نطبق كونسيلر ليثبت كل شيء على وجهنا. البرايمر كتير بيساعدنا. ستيب 2، بدنا ننسى الفاونديشن، نحن مش بحاجه لكريم اساس، نحن بحاجه لكونسيلر لنوحد شوي لون الوجه ونطبقه على الدارك سبوتس او اذا كان عندنا بثور. فشوفوا انا هون كلنا بنقطع بهالمرحله، ترم منخبي البثور هيك بطريقه ناعمة ومنطبق على دارك سبوتس تحت العين، الهالات السوداء. وإذا كان عندكم حوالى تم كمان، فوالا. كيف بلش يبين الفرق؟ وكل شيء على البلندر بنرجع بنعمل له تاب 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 هيك على الخدود، كمان بيزبط اللون اكثر. وعم بستخدم بلندر لانه دائما البلندر بتعطيني كفرج طبيعي اكثر من البراش. فوالا. من بعد ما وحدنا لون الوجه رح ننقل لخطوتين كتير كتير بيعطوا فرق بالمكياج حتى اذا طبقناهم لحالهم، واللي هن البلاش والبرونزر. بس يا صبايا شوي صغيرة، ما بدنا نكتر. ليلي بيعرفني، انا اهم شيء بالمكياج عندي هو البرونزر. I love it، يعني بحسه بيغير كل المقاييس، وخاصة عادة بيكون كل شيء اونلاين سكولينج وميتينجز الصبح مثل ما قلت لكم، فكتير مهم نحن انه نعطي شوية لون لوجهنا. شفتوا؟ لازم يكون ويل بلندد وما نكتر. وهلا بننقل للبلاش وبناخذ بلاش براش. وهلا رح ننقل للبلاش، فمن المهم نستخدم بلاش براش. لا لا، كيف لازم اقولها؟ براش بلاش 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 براش ذا بلاش براش. وهلا يا بنات بننقل للبلاش لانه هيك بتعطي حياه لوجهنا وبتعطينا فريشنس. سو هالخطوه ما تتخلوا عنها ابدا. فيكم تستخدموا لبستيك بينك، فيكم تستخدموا بلاش عادي، فيها تكون كريمي، فيها تكون باودر. شو كمان عندنا اوبشنز؟ في عندنا تشيك تنت. سو اللي بدكم اياه فيكم تستخدموه، بس مهم يكون لونه زهري. سو بناخذ البلاش براش اند وي تاب، اوكي، منطبطب. دائما بنحط برودكت هيك اند ذن وتاب على الايد تيروح كل شيء فائض، اوكي. طبعا نعمل دج هيك على وجهنا، ما بدنا هالشيء، ومنطبق. واو، دغري دغري بيعطي فرق. شوي على الانف، في كثير عالم ما بتحب بس انا بحب، وعدان شوي صغيرة شوي شوي. ترم. وهلا حنطبق الهايلايتر، بس انا عندي رول للهايلايتر. اولا على الانف للاونلاين ميتينجز او سكولينج ما بحب طبق لانه ببين الانف عم يلمع، ما بدنا. منطبق شوي على عظمة الخدود من هون وشوي على مدمع العين، لانه انا ما بحب طبق اي شادو او ظلال عيون فوق العين. اذا بتحبوا فيكم تطبقوا شوية برونزر على السريع.
وهلأ رح ننقل للمسكرة. من الضروري أن نحط مسكرة لأنه دايماً دايماً بيغير لنا اللوك كله. هلأ بتشوفوا كيف. وعند تيب لكم، إذا عندكم مسكرة شوي منشفة أو حسيتوها مثل ما منقول جامدة، كل عليكم تعملوه أنه تفركوا بهالطريقة. حرارة جسمكم بتخلي المسكرة تدوب، أو كمان فيكم تحطوها بكباية مي سخنة. وأنا كتير بحب طبق بطريقة كتير ناعمة، يعني بهالشكل هيك يبين في إفاكت أسود. وهلا رح ننقل للليبستيك. دايما اختاروا ليبستيك شوي على بينك او على بيتشك، بيعطيكم كمان حياة. فيكم تحطوا كمان اكيد تنتد مويسترايزر مرطب اللي بدكم اياه. انا اخترت ليبستيك هيك مهضوم، شفته ناعم وبذات الوقت بيعطينا هيك بوب اوف كولر. والفاينل ستيب اللي بتخلينا نبين انه نحن واعيين قبل الميتنج او قبل الصف بكتير كتير كتير، هي تمشيط الحواجب. هيدي ستيب كتير مهمة عن جد، ما تنسوها. سو ناخد براش صغيرة من مشيط الحواجب لفوق لفوق لفوق. شفتوا الفرق؟ ترم. وهيك منكون زبطنا حالنا بلا فاونديشن، لايت ميك اب على وجهك، ميك اب كثير خفيف، وطلعنا من جنه. هلا بدنا نتخيل انه نحن رايحين على المدرسه او رايحين على الجامعه او رايحين على الشغل. اذا كان شعرنا مخربط ومش عجبنا، لازم نلاقي له هير ستايل كثير سريعه. هلا انا وياكم عندي 3 هير ستايلز رح اعمل لكم اياهم بطريقه كثير سريعه، وصدقوني دقيقتين وقتهم ماكسيمم. التسريحه الاولى، مش عايزين شيء غير الايدين. اول شيء اذا عندكم غره فيكم تنزلوا الغره، واذا ما في بتشقلوها. اوكي، ناخد من السوالف. اوكي، هالبارت بهالشكل بنقسمه وبنفتل. اكيد فيكم تستخدموا مشط يعني، بس انا لما اكون مستعجله ما بتزبط معي. وبنفتل لورا 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 بهالشكل. فوالا. وانتم بحاجه ل دبابيس، ما تشدوها كثير هيك، اتس انف. الجهة الثانية، وهيك خلصنا أول هير ستايل ما أخذت حتى دقيقتين. التسريحة الثانية يا صبايا كثير سهلة، وبسموها لو بون أو كعكة واطية، بتخلصكم بكل المواقف وكمان بلمح البصر. كل اللي عليكم تعملوه إنه تربطوا شعركم بطريقة مش كتير شديدة، منخليه هيك لوس تيطلع ناتشرال أكتر. اوكي، بهالطريقة. وهلأ من ورا كل اللي علينا نعمله انه نقسم الخصلتين، نفتلهم، نرجع نلفهم على بعضهم ونحط السكرانشي. اما تالت تسريحة وهي المفضلة المفضلة عندي، هي بوني تيل الواطي. عن جد جايز، يعني ثانية، هيدا بده ثانية. شوفوا انا ومعكم، انا عم بحكيكم. اوكي، الغرة مثل العادة، منخلي الفرق على النص، ما منرجع لورا، منظبط هيك. ميديوم بوني تيل مش لو، فضل الميديوم. اوكي، ترام. ولا ربطة اثنين لوس. اوكي، حتى هون ترام. في احلى منها؟ لا. وإذا ما بدكم الغرة تكون على وشكم، كل اللي عليكم تعملوه هو دبوس. اوكي، تاخذوا الغرة بهالشكل وبتثبتوها. سو فينا وحدة هيك وحدة هيك، فينا نثبت الاثنين. وهيك عملنا هير ستايل بلمح البصر. وهلا بننقل لبارت كتير مهم وبيلعب كمان دور اساسي، واللي هو شو بدنا نلبس. هلا يا بنات تنكون متفقين، نحن رح يبين منا من هون لفوق، من تحت لابسين سويت بانتس مرتاحين، فيكم تضلكم بشو ما بدكم. يعني انتم هلا ما بتعرفوا انا من تحت اذا لابسه جينز او لابسه سويت بانتس ومرتاحه. اول شيء نصيحه مني، الجأوا للالوان اسود ابيض نيود. هالالوان لكل شيء صفوف، لكل شيء اونلاين، لكل شيء كاميرا، بيعطوا هيك افكت كثير حلو. اولا فيكم تتبعوا هاللوك،
عم نحكي قميص، عم نحكي مثل اكسسوري يكسر شوي النيود، وهوب ايرينجز. هالايرينجز لو شو ما كنتوا لابسين بيزبطوا. انا صراحه اوقات بكبر واوقات بزغر. ستايل نمبر 2، فيكن تكونوا عم تلبسوا بيزك تي شيرت، فيها تكون ابيض، فيها تكون اسود، فيها تكون زيتي، فيها تكون نيود. هالشي بيعطيكم هيك لوك طبيعي ولوك ناتشرال. فيكم كمان تزيدوا مع بوب اوف كولر وتحطوا مثلا تشوكر ملون، واكيد بما انه حطينا تشوكر ملون ما بدنا نكبر الحلق. واخر ستايل واللي هو المفضل عندي، نلبس بطريقه ذكيه، انا هيك بسميها. اذا عندنا ميتينج حلو كثير نكون لابسين بيزك تي شيرت باللون اللي بدنا اياه، اكيد انا لابسه ابيض، ونحط فوقه بليزر بتعطينا لوك كثير حلو كاجوال وبذات الوقت فورمال. ما بعرف كيف افسر لكم. وكمان هالهير ستايل بتطلع كثير مناسبه معهم، وفيكم تو اد اب هوب ايرينجز اكبر من اللي كنت لابستهم وتزيدوا اكسسوار حلو بيعطي كمان بوب اوف كولر. وهيك يا صبايا بنكون حضرنا حالنا بوقت كتير سريع. هيدا الفيفوريت اطلاله عندي، فينا نقول كتير بحب هالستايل وبحسه مناسب لكل شيء. وهلا رح ننقل من الستايلينج لثلاث نصايح كتير مهمين عن الاضاءه وعن كيف نحط اللابتوب او السيلفون. النصيحه الاولى يا صبايا هي الاضاءه، عن جد بتعمل فرق. اولا ممنوع ابدا نحن نكون عكس الضوء، يعني ممنوع الضوء يكون ورانا ابدا، الضوء لازم يكون قدامنا، بيعطينا ديفينيشن وبيخلي القصص تكون واضحه. هاي اتفقنا عليها. او اذا مش متوفر عندكم ضوء طبيعي، كل اللي عليكم تعملوه تفوتوا على الانترنت تعملوا سيرتش لوايت سكرين او وايت لايتنج ونحل. ثاني نصيحه هي الباك جراوند او شو في ورانا. كتير حلو يكون كلين باك جراوند، يكون نظيف، ما يكون في كركبه ويكون في عجقه، فعرفوا كتير منيح وين لازم تقعدوا. واحلى حل لكم هو حيط ابيض. واخر نصيحه هي موقع الكاميرا او البوزيشن تبع الكاميرا. كتير مهم يا صبايا انه تكون الكاميرا على مستوى العين اي ليفل، يعني فيكم تجيبوا بوكسات قد ما بدكم وتعلوا اللابتوب ليصير على مستوى عينكم، او كمان السيلفون بنفس الطريقه. اذا كان الفريم كتير واطي وشكون رح يطلع غلط، واذا كان كتير عالي كمان. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوها واستفدتوا منها. اكيد اكيد ما تنسوا قبل ما تفلوا سبسكرايب للشانل، فقسوا زر الجرس لكل ما ننزل فيديو دغري تعرفوا وتحضروه، والاهم اعملوا فولو لهي ماج على انستغرام واعملوا لي فولو الي كمان. باي.